الله الرحمن الرحيم. نحن نستطيع أن نقول إن ما حصل في هذه الانتخابات هو تطبيق عملي لما جاء في خطبة المرجعية الدينية. الانتخابات كانت حرة إلى حد ما، لم تتأثر بأجندة خارجية أو لم تؤثر فيها أجندة خارجية، ليس لأن الأجندة الخارجية نظيفة ولا لأن بعض القوى التي شاركت بالانتخابات تملك قرارها السيادي، وإنما لأن الرقابة الشعبية كانت هناك. كان هناك تربص شعبي بصناديق الاقتراع، كان هناك متابعة شعبية للمرشحين، كانت هناك شكاوى سريعة تصل في لحظة حصول المشكلة إلى المفوضية. كذلك المفوضية يبدو أنها احترمت إرادة الناخبين وعرفت قيمة الأجهزة التي هي تخدمت في عملية العد والفرز. كانت يعني انتخابات بالمنظور الديمقراطي ولو في مستوى البسيط في مستوى المتواضع هي جيدة. لكن نريد أن نناقش عدة نقاط في هذا الموضوع. النقطة الأولى، الذين امتنعوا عن التصويت أضروا بالعملية الديمقراطية كثيرا، ولم يحققوا ما كانوا يرنون إليه، ولا يلومون إلا أنفسهم، وليس لهم الحق أن ينتقدوا فيما إذا جاء إلى الحكم أو إذا جاء إلى البرلمان هذا الشخص من الناس أو ذاك الشخص من الناس، لأن امتناعكم يا إخواني عن الانتخابات كان سبباً في مجيء هؤلاء الذين أنتم تنتقدونهم. هذا في الحقيقة ينبغي أن نستفيد من هذه التجربة في العمليات الانتخابية الجاية، سواء المجالس البرلمانية سواء المجالس المدنية إلى المحلية إلى آخره. إذن يجب أن نعي هذا الدرس جيداً ونفهم أن مقاطعة الانتخابات هي لصالح الفاسد ولصالح أعداء الديمقراطية. هذا واحد. الشيء الثاني، حدثت مفاجآت كبيرة في هذه الانتخابات تدل على أن العراق يمر بمرحلة ديمقراطية ناضجة جدا، وإلا بأي دولة من دول العالم الثالث إذا كان فيها ديمقراطية، إذا كان فيها ديمقراطية نجد أن رأس النظام واللي تحقق في زمن كثير من الانتصارات بما فيها الانتصار على داعش الذي كان يقلق الناس وكان يقلق العراق يتأخر إلى مرحلة أو إلى مرتبة ثالثة من الانتخابات، لا يحصل على كل ما حصل، لا يحصل ما حصلت عليه المعارضة. هذا أيضا في الحقيقة مؤشر دقيق على أن الديمقراطية بدأت تنضج بالعراق. الشيء الآخر الذي استغربت فيه والذي صدمني صدمة حلوة في الحقيقة هو إلى أنه المؤسسات أو القوائم ذات الصبغة العشائرية مثل اتحاد العشائر العربية أو اتحاد العشائر من أجل العراق، هذه جاءت في المرتبات النهائية، لم تحقق نتاجا كبيرا، لم تحصد أصواتا بمستوى الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب المدنية أو الأشخاص المدنيين أو. وتعلمون نحن كنا نخاف وخوفا شديدا من أن تتدخل العشيرة في تقرير كثير من المصائر وفي كثير من النتائج بما فيها جهود السيد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي الذي بذل مالا كثيرا على العشائر والذي أتعب نفسه بالجولان على العشائر. نجد إلى أنه هو نسبة متدنية وكذلك القوائم العشائرية بالاسم العشائر الصريح أيضا مناسيبهم الانتخابية متدنية جدا. هذه ملاحظة حلوة. الشيء الثالث في الحقيقة أيضا الذي أعجبني في ذلك هو أنه الطبقة المسحوقة ساهمت مساهمة كبيرة في هذه الانتخابات، لأننا كما نعلم أنه سائرون العمود الفقري لسائرون هو التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي، وهذان العمودان الفقريان للتيار لسائرون هم من عامة الناس. صحيح فيه مثقفون، فيه مفكرون، فيه محامون، فيه مهندسون، وسوف أعلق على هذه النقطة، إلا أنه الطبقة العامة القاعدة العامة هي القاعدة الشعبية، قاعدة المسحوقين، قاعدة الضعفاء، قاعدة الفقراء. إذا كان القائمة التي تمثل هذه القاعدة تتطور أو تقفز هذه القفزات الكبيرة على مدارج الانتخابات يعني نحن بخير. ولا أستبعد أيضا أن هناك جموع من الطلبة وقفوا إلى جانب سائرون. النقطة الأخرى
إن الشعب قدر وثمن قائمة سائرون باعتمادها على الأكاديميين. هذه نقطة كسب جميلة تحسب للسيد مقتدى الصدر، رجل من وسط ديني تقليدي، بل ربما تقليدي أكثر من التقليدي، ينهض بمشروع وطني يقوم على أسس وطنية عابرة للطائفيات، عابرة للأقليات، عابرة للتلاوين العنصرية والقومية. هذه أيضا هي نقطة شروع بعمل نهضوي، أو نقطة شروع ببناء عراق نهضوي يستمد من القيم الديمقراطية الحقيقة. دفعته أو دفعاته وعوامله الدافعة إلى الأمام، أعتقد إلى أنها نقاط مهمة، وننتظر الأيام المقبلة ربما سوف تفصح وسوف تتمخض عن نتائج أكثر عمقا وأكثر إشراقا. وشكرا لكم.